بسم الله. دلوقتي هنستخدم برنامج الداينامو عشان اعدل حالة الكتابات بتاعت الشيت نيم. الشيت نيم هنا مكتوب اول حرف كابيتال والباقي سمول. طيب تعال نشغل الداينامو ونفكر كده مع بعض ازاي اعدل الاسم بتاع الشيت. هيا هقول له عايز نيو. تمام. اول حاجة انا محتاجة ان انا اعمل سيلكت على الكاتيجوري، تمام، اللي هو الشيت. عايز انا اقول له اعمل سيلكت للشيت بحيث ان انا ابدا اعمل عمليات على الشيت. تمام. الحاجه اللي بعد كده اختار كل الاليمنت اللي موجوده، قول اليمنت اوف كاتيجوري اهيت. تمام اهي. طيب ايه اللي انا عايزه بعد كده؟ عايز ست بارامتر. ست بارامتر. طيب الست بارامتر هنا محتاج مني ثلاث حاجات عشان يشتغل. الاليمنت احدد له العناصر كلها، البارامتر نيم اكتب له بارامتر نيم، ادي له الفاليو. تمام. فانا الاليمنت ديت اوصلها، هو كده خد الاليمنت، ناقص له البارامتر نيم وناقص له الفاليو. البارامتر نيم ممكن اكتبه، تمام، من خلال ان انا اجي هنا في الكور انبوت، ممكن اكتبه سترينج او اكتبه كود بلوك. تمام. هنا كود بلوك هقول له عايز اشوف انا بارامتر اللي انا لو غيرته الاسم يتغير. فانا مجرد هاجي في البروبرتيز ابص في الخصائص الاقي عندي حاجه اسمها شيت نيم، اتاكد من الكابيتال والسمول، اول حرف في الكلمه كابيتال والباقي سمول. طيب هنا اقول له شيت نيم. تمام. هوصل الكود بلوك بالبارامتر نيم، ناقص بقى الفاليو، ادي له بقى الفاليو ايه. تمام. عايز اديله له الاسم او شيت نيم بس اديله ابر كيس، فهاجي هنا هقول له شيت نيم، بس قبل ما ادخله لازم اعمل عليه عمليه ابر كيس تو ابر اهوت. تمام. شايف هنا اهي حرف كابيتال والباقي سمول. اعمل كده كده كل الشيت نيم خلاص بقى كابيتال. نفس الكلام ده ممكن تعمله في الفيو، نفس الفكره. خلاص احنا عرفناها وعرفنا طريقه التفكير بحيث ان انت ممكن تعملها في الفيو. ممكن تروح عامل مثلا تقول له كل الماس اللي موجود غير ماس النص، تقدر تستفاد بالافكار دي ان انت تعمل اي حاجه انت عايزها بعد كده في الداينامو.